مساء الخير من جديد. فن الخبر اليوم من اعداد ريما الرحباني. ريما بنت 13 سنة كانت حاملة كاميرا وعم بتسجل تاريخ ما كانت عارفة انه رح تستعمله بعد 30 سنة على رحيل بيها. وتعودنا كل سنة انه يضل عاصي يطل من شبابيك ريما، يكون الحكاية الكلمة اللي بتتخبر. وبهالمشاهد رح نشوف كيف كان عاصي حاضر على المسرح وبالكواليس بحفلة الشارقة بدولة الامارات العربية سنة 79 من دون تعليق، لانه الصورة بتحكي عن هيداك الزمان وناسه وموسيقته اللي ساكنة البال. السنة مثل كل سنة إجا حزيران ومعه ذكرى عاصي. عندي مجموعة سيديات عليهم نوادر بيبعتولي إياهم المحبين وما بصر لي اطلع عليهم بسبب الوقت. صرت فتش فيهم بلكي بلاقي شي بصوت عاصي. ضوى قدامي اسم الحفلة شارجة 79. مش معقول. فتحت الملف بيطلع أجزاء من تسجيل صوتي للحفلة. قررت انه لازم حاول ركب الصوت اللي حصلت عليه بالصدفة على اللقطات اللي مصورتها. اجا الوقت هاللقطات تاخد شكل حفلة بصوت. صادت حافظ على حقيقة اللقطات واللحظات وحاولت انه يبقى بنظرة وعيون العمر اللي كنت فيه. حبيت بذكرى عاصي 30 شارك الفيروزيين بهالعمل اللي جاي من الطفولة، ومثل ما بحب عاصي الناس يفرحوا. ثلاثين سنة على رحيل عاصي الرحباني، ولكن الكبار ما بيرحلوا، بضلوا موجودين، وخصوصا عاصي يلي صنع لنا وطن، لغة وقصص حب ما بتنتهي. عودة لعندك داليا لمتابعة النشرة.